مين؟ حسن هو اللي كان قاعد في الاوضه قبلي مين؟ واحد اسمه ضاحي. اشمعنى؟ مالك في ايه؟ اتخذت كده ليه؟ انا بسال عادي يعني. في حاجه؟ لا. طيب ما تعمل لنا كوبايتين شاي من ايدك الحلوه دي. معلش اعذرني يا استاذ يوسف، الدنيا ليلت وانا ما اقدرش اشرب واخر كده. خايف تسهر يعني ولا ايه؟ وراك ايه بكره؟ انت ما وراكش حاجه يا عم حسن، انت فاضي. اعمل لنا كوبايتين على حسابي يا عم. مش القصد والله، مش القصد. معلش. حاضر. سكرك ايه يا استاذ يوسف؟ 4 معالق. ياه 4 معالق كتير قوي. زمان لما كنت في سنك كنت ادلق الشاي في السكريه واشربها. على راي الست قول للزمان ارجع. بعد عنك جالي سكر، بقيت اخاف احط السكر جنب الشاي لا يكرف عليه. ربنا يديك الصحه يا عم حسن.